بسم الله الرحمن الرحیم، قنوت وتر کی دعا۔ حضرت سیدنا حسن سے روایت ہے، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر، یہ کلمات ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عفیت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت إنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت۔ رواه ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔